قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن موسكو تسعى للمساعدة في الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية. وعربت زخاروفا عن رغبتها في أن تحل الفصائل المتناحرة خلافاتها عبر المحادثات، وتوقعت أن يزور رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج موسكو الشهر الجاري. للمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف من القاهرة السيد عبد الباسط بن هامل المحلل السياسي الليبي. أهلا بك سيد عبد الباسط، يعني حدثنا عن الدور الروسي في حل الأزمة في ليبيا عقب الإعلان عن زيارة مرتقبة للسراج. هو أولا أنا لست محللا سياسيا إنما كاتب بحر. ثانيا الدور الروسي يعني أصبح بارزا منذ فترة يعني في ليبيا وفي المنطقة. روسيا لا تمتلك مناخ معادي مع ليبيا ولا مع شعبها، خاصة في الخمس سنوات الأخيرة أو حتى في مطلع 2011 عندما كانت الهجمات الحلف شمال الأطلس ووقوفها مع طرف على طرف على حساب طرف، وما نتج عنا من أفعال ومن نتج عنا من تدمير الحقيقة للبنية التحتية في البلاد. الآن هناك محاولة لرأف الصدع أو لملمة في ليبيا، لأن الأوضاع الجارية في ليبيا هي ستؤثر بشكل كبير جدا ليس على دول الجوار فقط وإنما حتى على المنطقة بأكملها. لقاءات جرت كثيرة وعديدة في موسكو، كان أبرزها لقاء المشير خليفة حفتر، أيضا لقاءات السيد عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، وهناك أطراف سياسية أخرى. الآن هي تفتيت أيضا لما يطرح من مبادرة تطرحها دولة الإمارات العربية المتحدة من لقاء ثلاثي لربما سيتم دعمه بين الشخصيات الثلاثه عقيله وحفتر والسراج. المساله تتعلق بعمق ايضا في المشهد الليبي. السراج ليس هو الفاعل الحقيقي على الارض في العاصمه طرابلس، هناك قاده ميليشيات مسلحه، هناك مجموعات من تيار الاسلام السياسي، هناك احزاب مثل العداله والبناء وهذه تيارات واذرع سياسيه للاخوان المسلمين، وايضا حزب الوطن والذي تراسه عبد الحكيم بالحاج، وايضا الجبهه الليبيه للانقاذ وهي موجوده الان في اروحها وهي تابعه ايضا للتيارات السياسيه، وهذه لا تمتلك ايضا تمتلك قوه السلاح وتمتلك قوه المال. بكل وهي تأكيد. لا زالت حتى هذه اللحظه انها لم تذهب الى اطار تسويه حقيقيه من اجل البلاد. نعم السيد عبد الباسط بن هامل الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.